صباح الخير عليكم، هاني جيت عميراتي حبوباتي، مرحب بكم كامل في قناتكم كوزين حنان. اللي دخلتوا عندي جدد كامل نقول لكم مرحبا بكم نتوما وخياتي كامل اللي راكم معنا في القناة، نقول لكم صحة طولكم وصحة سحوركم وصحة رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم وربي يهنيكم أجمعين يا ربي. ألوغ اليوم رايحة نعطيكم روتيني تاع اليوم واش درت الصباح كيما تكراكم كيما تعرفوا وليداتي راحوا يقراوا الصباح صغار شربوا حليب وراحوا يقراوا وتوام صغار ما يصوموش والا عبد الرحمن تعرفوا اللي عنده 10 سنين هذا كيصوم وخو كبير واشواق صغيره وسي صغيره يما لهنا كيما راكم تشوفوا الدنيا تصبح نقيه الصباح دخلت الكوزينه مباشره راني بديت بالفلفل الحلو مشوي فيه كما راكم تشوفوا ها هو راح نكمل شغلي معكم مع ولادي نتلاقاو من بعد. احنا الفلفل الحلو احنا الفلفل الحلو البنات من نشويوهش في الفوق ولا ندهنوه بالزيت ولا زعما نديروه في الفوق، لا احنا نشويوه على الطاجين باش يجي بنين تجي ليك البنات عشي في الطاجين كيما تاع بكري. ايوا نطيبوه، بغيتو ديروه سلطه بغيتو ديروه شكشوكه كيما بغيتو. هنا راني رايحه ندوز الحريره تاعي كيما راكم تشوفوا، راني عاد حطيت اللحم وحطيت البصله ورايحه نزيد نكمل التوابل. رايحه ندير الحريره تاعنا تاع الغرب ومره مره ندير هكا مره هكا راني مره بمره نكمل شغلي معاكم ان شاء الله. اصبر كرافس كيما راكم تشوفوا رايحة نرميهم في الحريرة، من بعد ما رميت الحريرة تاعي رايحة نشللهم مليح. لازم الحريرة تاعنا لازم لها الكرافس والقصبر، القصبر المعروف يعني للحريرة باش تجي بنينة بزاف، بصح لازم يرافقها الكرافس، الكرافس يعطيها ذوق مميز للحريرة تاعنا. شوفوا شللهم مليح، شلها مليح مليح ونحزمها ونديرها في الكوكوطة تاعي ولا في القدرة. ولا الحريره تاعي طبخت، انا القصبر والكرافس نعملو هاد العفسه تاع هكا شغلنا الويوه باش يعطي نكهه شابه في الحريره تاعنا تجي ما شاء الله بنا بنا. هيا نتعاد نتلاقى. احنا راني نبريسيا شويه درتها في الكوكوطه، رايحة نطيب القهوة تاعي من السماء نوجدها تيرمو يعني كتدبيرة تيرمو تاعنا كي نجو رايحين نطيبو القهوة، حتى لو طيبناها يعني شوية بكري على الخمسة ولا الستة ولا باش نخدمو شغلنا بالخف ونكونو حضرنا هاد الصوالح اللي مزروبين يعني كتدبيرة كحيلة. تيرمو تاعنا نشلوها بالماء سخون بزاف، الماء يكون غالق من بعد ما تغسليها ولا تكون مغسوله تكبي في وسطها ما ما, ما يغلي. اذا ما عندكش زعما في الروبيني تاعك ما عندك شوربان ولا الماء سخون تسخني الماء عادي معليش تكبي عليها وتخليها واحد 30 ثانيه تغلقي وتشغل تمخضي وتعاودي تكبيه وتكبي القهوه تاعك طايبه. راني نهضر على اللي لقمو كيما حنايا، تكبي القهوه تاعك طايبه ايا وتبلعي البلاع تاع التيرمو وتحطيها تشدلك تشدلك حتى ل 12 تاع الليل وهي سخونه عن تجربه. هذه تدبيره. رايحه نغسل البريق تاعي هنا، رايحه نصفي نغسله ايا وندير القهوه تاعي نتلاقاو من بعد خواتاتي. هنا كما راكم تشوفوا ها هو هنا شفتوا السكالوب اللي خدمته الاول فاخسي محشي وطلبته وحطيته لكم اليوم. ها هما الشرائح دوك الرقيقه اللي بقاو، شرائح رقيقه اللي ما تقديش اللي ما تقديش تحشيها اللي تكون رقيقة بزاف زعما تكون هكا كيل طويلة. وهذا تاع اليوم الثاني اللي عملته لكم ليكم من نتوما، هذو رايحة ندير لكم به طبق دوك تشوفوا الشرائح اللي بقاوي دوك ندير لكم به عفسة طبق وصفة شابة. ها راني رايحة نقطع البطاطا ها هي نغسلها نقطعها باش ندير المعقودة وهذو رايحة نخبيهم في المجمد كي نعمل لكم الوصفة نحطها لكم ان شاء الله. هنا وليدي راهي قبل صبر بعد
دي راهي قطعه خبز، انا متعاونين كاع، راني رايحه نش الما خصني الما، رانا كاع متعاونين. ولدي راهي قطع في الخبز، وماريا ريت بنتي الصغيره ريت تقشر فلفل في الحلو، وانا راني في الكوزينه مع الطاجين ومع الفلفل مع القهوه من السما وكاع. واللي راكم تطلبوا لي على القهوه من السما دوك نحطها لخواتاتي، والله راهي طلبات بزاف، حرت واش نطبق. هاي نتلاقاو من بعد. هنا ماريا بنتي ها هي راهي تقشر في الفلفله، قولوا لي الله يحفظها والله هي يقريها. نقيت الطوماطيش مشويه، ها هي رايحه ندير فلفل حلو. هنا كما راكم تشوفون راني عصرت القارص، باغي ندير الشربات، راني نخدم ونغسل في المعين او ميم طون. اللي نديرها في لافيسيل نديرها مولطون باش ما تديش يعني الماء اللي يبقاو نكون ديجا غسلتهم. وهنا كيما راكم تشوفوا قشور القارص قبل ما نعصرهم راني غسلتهم بيان، غسلتهم مليح. وكيما راكم تشوفوا ها هو راها باقيه فيها شويه، ها هي قشره تاع الليمون. علاش نرميهم؟ ماشي مليح تبرير نعصر ونرميهم. دونك عصرنا وراها باقيه فيهم شويه قشره راكم تشوفوا، نحتاجوهم ما راهاش باقيه ونحتاجوهم. هادو كان تشوفوا الفوائد اللي فيهم غنيه ما شاء الله. انا نستعملهم لاغراض، رايحه نعملهم في الصيف لي ساك تاع كونجيلاسيون، ومن بعد نوريكم واش رايحه نستعمل بهم ان شاء الله. ها هما لي ساك تاع التجميد اللي وريتهم لكم في مشترياتي تاع رمضان، تحضيرات رمضان. ها هما لي ساك، شوفوا كي شابين، فيها 70 وحده ب 12 نالف. ها 70 وحده، ها ب 12 نالف، 70 ساشي ب 12 نالف. ها هما والاخرين اللي نشروهم تاني اللي يديروا فيهم السكر ويديروا فيهم القهوه اللي يوزنوا فيهم. ها هذوك يديروا 50 دينار 5000 وفيها غير 50 وحده. ها راكم تشوفوا فيهم. والى المجمد اللي خاف تيدولها بلاصه تقطعهم هكا دواير دواير، تقطعهم هكا دواير ولا الوحده على النصف باش ما يدولهاش بلاصه. نكمل معكم ان شاء الله. هنا راني نحضر كيما راكم تشوفوا، راني نحضر في المعقوده تاعنا تاع معسكر، دوك نوريها لكم ان شاء الله ونكمل معاكم. البلا تاعي راه يطيب، الحريره تاعي وجدت الحلو كلش، من بعد تشوفوه معايا ان شاء الله في الطابله. شوفوا التوابل انا نرحيها جديده، نرحي تاع 3 ايام 4 ايام ونعاود نزيد نرحي كل مره، كل ما نجي كل ما تخلص لي كل 3 ايام 4 ايام نزيد نرحي، نبغيها جديده وريحتها تعبق. شوف شوفوا ما شاء الله هذه الكرويه ها نديروها حنا في الحريره، ها هي الريحه. تعرفوا كي راهي الريحه، تحسبوا راكم عند العشاب. هذه حبه حلاوه، وهنا راني دايره حبه حلاوه وزريحه البسباس في زوج. والسيده ولا الانسه اللي طلبتي مني نوري لك اله الرحي تاعي تاع التوابل وسقسيتيني على الفارينه شحال نخمروها كلش، دوك نجاوبك في فيديو ان شاء الله، نعمل لك فيديو نهار ولا نهارين ونعمل لاختي فيديو. هنا كيما راكم تشوفوا راني مع المقودة، راه قريب يأذن، باقي واحد البانيت ويأذن، راني منو من جبد لجبد كيما خواتاتي كامل. هيا نتلاقاو من بعد. المقودة هذه تاعنا تاع معسكر صحة دار الحليبات. سلام، هاي مائتي تاع اليوم ما طيبتش بزاف. هنا درت المقودة تاعنا، ها هي اللي شتوني نقلي فيها سلاطة، ها هي عادية. فلفل حلو تاعنا هذا من جهة المنطقة تاعنا، ها هو راني حاطته ديجا في القناة. الحريرة ها هي، نوريكم الحريرة. ها هي حريرة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا عاقدة اللون تاعها جميل. هنا الشربات، الشربات يوميا، والقارص راه غالي. هنا كيما راكم تشوفوا الزلابيه توجو قعدتنا في الارض. هنا درت تحليه، ها هي شوكولا ذوق رهيب، شوفوا الناموسه كيف زدت لي زعما قاعده الديكوري كيف. شوف السكر درته لي هنايا فزدتها كاع، شوفوا ما شاء الله كريميه روعه. والحليب
والخبز عجنت زوج خبزات، ها هو الخبز تاعنا تاع معسكر، هذا كان معلك، ها هو اللي قلت لكم يبغيه الزوج تاعي بزاف. شوف طلع ما شاء الله، دي زوج خبزات باسكو شرا شويه خبز. وهنايا الطاجين، ها هو الطاجين تاعنا تاع المحمر. فوالا هذه هي راها باقي واحد 2 مينوت ولا وي، نسيت الحلو معليش الحلو راه فوق البوطاجي دوك نجيبه. هذه التحليه هاي، بقاو على خير ان شاء الله تكون عجبتكم مائده تاع اليوم. ونقولكم مع السلامه حبيباتي، باي باي، تهلاو في رواحتكم، ما تنساونيش وربي يدوم نعمتكم وصحه فطوركم وربي يهنيكم.